فإذا الاجتماع ده الاجتماع مع حضرتك. اتفضل يا فندم. فإذا فقال لحضرتك هات لي الحاجات دي من بكره. حاسين انه في جديه، يعني في جديه مش كده يا دكتور خميس؟ ده هو في ناس بيتولوا المتابعه وبقينا على اتصال بيهم مباشر. يعني متابعه من مكتب الوزير، من مكتب الوزير مباشره. قولوا لنا ايه الطلبات؟ الورقه اللي احنا طلبناها منكم ما جاتش ليه؟ نبعتها لك. طب صلح الحته دي، كده تمام وهكذا. طب الناس بدات تبعت لكم الاستمارات دي النهارده الصبح الساعه 10 راحت على المصانع في مصر كلها. في مصر كلها؟ مصر كلها. عن طريق جمعيات المستثمرين. عظيم. فالمفروض هنبدا من بكره نلم المعلومات. وكل ما هتيجي معلومات هنبوبها ونوضبها ونبعتها للوزارة ونعمل معاهم اجتماع يوم الحد الجاي علشان يكون الصورة بقت واضحة. نعم. فإذا الحد الجاي هيكون عندكم قاعدة بيانات إن شاء الله شبه كاملة أو متكاملة. بالظبط كده. طب ليه ما عندناش السنوات اللي فاتت وإحنا بنتكلم على مصانع متعثرة ومصانع واقفة والبنك المركزي عمل مبادرات وغيره، ليه ما عندناش كان هذه المعلومات؟ لا، هي احنا يمكن جامعين 6 اكتوبر واحنا الاول عندنا كان مصنع متعسر او متوقف. لا، هي دي بتختلف من مكان لمكان يعني. احنا وبعدين مش كل اكتوبر مثلا عندنا كام؟ احنا عندنا من المقيدين حوالي 340 مصنع. المقيدين واقفين ولا يعني لا مغلقين ولا متعسر او تحولوا الى مخازن؟ الى مخازن. ودي احنا واحنا بنحل المشكله دي. نعم. قلنا اللي مات نسيبه دلوقتي شويه. احنا عايزين بقى اللي درجه حرارته عاليه ده وهيموت مننا. فعايزين نعالجه. نعم. وبعد ما نعالج دول هنشوف بقى الناس التانيين ايه الحكايه. مش هنسيب حد. لا، بس الاولويه دلوقتي للي شغال وعايز اللي في طريقه أطلعه. الى التعثر. اللي في طريقه للتعثر نحاول نشيله من الموضوع ده. دكتور خميس، اكتر حاجه الناس بتشكي منها ايه بصراحه؟ يعني اللي خلاهم يوصلوا للحاله اللي بتقول عليها انهم تعثروا. كان من سنه اتنين فاكتور كبار قوي هم السبب. الاداره. لان الشركات اغلب الشركات المصريه شركات عائليه وشركات اشخاص. ممكن ما يبقاش عنده خبره الاداره، هو ممكن يعمل شغل على قد مصنع فيه 10 15 واحد. نعم. لكن لما المصنع يبقى فيه 3 4000 واحد. نعم. هنا يمكن ما تعلمش اداره كويس. نعم. فمحتاجين ننمي الاداره بتوع المديرين للمنطقه دي. نعم. الحاجه الثانيه ان البنوك والفوائد والقروض والى اخره. نعم. دول كانوا اكبر اتنين فاكتور. بجانب ان في مشكله عندنا في تبادل الملكيه من جيل لجيل. برضك دي تعمل مشكله. لكن دلوقتي النهارده لا، المشكله الرئيسيه هي التمويل، الاعتمادات المستنديه وتجهيز المستلزمات الانتاج. وانا من برنامجك بقول انا كلنا عارفين ظروف البلد. نعم. من حيث عدم توفر. نعم. العمله الاجنبيه. نعم. لكن انا بطلب ان نبص بنظره خاصه للمستلزمات الانتاج اللي موجوده في المواني. ونحاول نطلعها بقدر الامكان لتجنب الغرامات اللي بندفعها. ونشغل المصانع، لان في مصانع وانا جاي في السكه مصانع بتكلمني بتقول لي احنا المخزون بتاع مستلزمات الانتاج قرب يخلص. هنضطر نقف. احنا مش عايزين كده. الحاجات دي بقى لها قد ايه في المواني؟ لا، في حاجات شهرين وثلاثه. شهرين وثلاثه. نعم. وبيدفعوا ارضيات. انا اعرف مصنع في اكتوبر بيدفع 200 الف ما يعادل، لانه بيدفع بالدولار. ما يعادل 200 الف جنيه يوميا ارضيات. ارضيات. بجانب ان هو دافع قيمه ارضيات الحاجات موجوده في المينا وما خرجتش، مش قادر يخرجها. نعم. ده زائد يعني، يا ريت حتى يقول لي خرجها على مسؤوليتي وحطها في مخزنه. مثلا. يبقى احنا تجنبنا جزء كبير. نعم. زائد ان المشكله دي عامله قلق عند الناس. وخاصة ان هو يعني لحسن حظنا. نعم. ان احنا عندنا طلبات، وخاصة طلبات التصدير كويسة اليومين دول. المنطقة اللي حوالينا كلها فيها مشاكل التصدير. يعني صدقني لو حطينا مثلا 10 مليار دولار. 5 مليار دولار. ونجيب مستلزمات انتاج ونشغل المصانع بكامل قوتها ونحاول نساعدهم في التصنيع المحلي. انا بعتقد ان ال 10 مليار بتوع مستلزمات الانتاج هيطلعوا لنا 10 مليار تصدير. يعني لو دفعنا
المصانع حضرتك بتتكلم عليها عشان في بصفه استثنائيه طلبيات كتيره جايه لكم بالظبط عشان تصدروا بالظبط. منين؟ جاي لكم منين؟ جاينا من الدول العربيه المحيطه بينا ومن دول شرق اوروبا. يعني عندنا اوردرز، يعني انا مصنعي مثلا الناس اللي في المصنع بيقولوا ده احنا عندنا حجم اوردرز السنه دي اكتر من اي سنه. نعم، فاذا في اقبال على المنتج المصري، لان هم في بعض الدول عندهم مشاكل، عندهم مشاكل كتير. نعم، احنا الحمد لله في هدوء والدنيا كويسه.